اغرب عادة زواج يمكن راح تسمعون بيها بحياتكم بالمغرب. هاي اللي قدامكم عروس وجاي يختبرون العريس شلون يعرف زوجته، فحطونا لايك ومتابعة. هاي الحلقة الاولى من اغرب الاشياء حول العالم. طبعا بالمغرب بمنطقة بالصحراء هاي عادات وتقاليد، العريس من يخطب لبنية ما يشوفها، وصديقاتها يخطفن العروس ويضمنها عن العريس تقريبا اسبوع كامل، وهذا العريس يبقى يبحث عليها منا لمن يلقى العروس، ومن يلقى العروس ما راح يشوفها، راح يجيبها ويجيب صديقاتها وياها نفس اللبسة كلهن، وهو بقى هو وحظه يختار وحدة من عدهن. والصدمة مو هنانة، الصدمة هاي العروس توافق على شرط قبل الزواج، توافق زوجها يتزوج عليها اش وقت ما طخ بباله حتى لو بيوم الزواج، وهذا الشيء كل الصادم وراح يخليك تحتار. ويجيك واحد ويقول لك اني وشلون اتزوج، وتجيك بنية نحفل والا موظف. عمي قبلي لا تطب علينا هاي المودة وتظلين حسرة عليك الرجال وحسرة عليك العريس. واحترامي سيدي، شنو رأيكم هاي الفكرة؟ كتبونا بالتعليقات.